اصلا راه ما كاينش هناك ازمه، بالعكس قدمنا واحد 7 مقابلات قبل من المباراه الفاتت، قدمنا واحد اداء رجولي وحققنا نتائج ايجابيه. 7 مقابلات ما نازمناش، جات مقابله صعيبه ضد فريق فتح، كان هناك ضعف في التراوه البدنيه، ما بعد كان كثره التنقلات من مدينه لمدينه، رغم ذلك انهم لاعبين قدموا الاداء اللي عليهم، حققنا نتيجه ايجابيه في المقابله السابقه. جينا عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه اليوم ضد فريق الرجاء البيضاوي، ما صعبناش الحظ، كان هناك بعد محاولات ما صعبناش الحظ، مازال ان شاء الله قادم مقابلات نعوضوا هذه النتيجه ديال اليوم ونزيدوا في السبورت ان شاء الله. بصراحه ما سمعش المدرب شنو قال، كما قلتي نتايا حنا كندخلوا عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه سواء داخل او خارج الميدان. اش غادي نقول لك، حنا لاعبين كنادوا اللي علينا، كناخذوا التعليمات من الاستاذ هادي سكيشيوي، كنادوا واحد الاداء اللي فوق الطاقه ديالك، راه كما كيقول فوق الطاقه اش قالت ولام. اللاعب من بعد كثره المباريات اللي كانت كتمتراكمه علينا، مازال ان شاء الله في المقابلات القادمه غادي نعوضوا على هذه النتيجه هذه اللي حققناها اليوم. ان شاء الله بالنسبه للغيابات اليوم ديال بوخنفار والمودن وجمال سيمو، واش مقدرش على الحسني اليوم الدراج؟ اش غادي نقول لك، في بعض الاحيان فاش كتكون عندنا كيكونوا عده، فاش كيكون عندك فريق متكامل تقدر تقول الكلمه ديالك، فبعض الغياب هذا ديال اللاعبين كيعاونوك في المقابلات، رغم ان كاين هناك لاعبين، كاين لاعبين اللي في المستوى اللي ربان في مقابلة اليوم ادوا واحد الاداء ديال اللي عليهم ما صعبهمش الحظ. فان شاء الله كما قلتي غادي نمشيو نراجعوا راسنا، نراجعوا في المقابلات القادمه ان شاء الله، ويرجعوا الدراري كاملين ان شاء الله، وغادي نحققوا واحد النتائج ايجابيه اللي نفرحوا جميع المكونات الفريق، خاصه الجمهور الكبير اللي كيتسنانا انه نرجعوا في سكه الانتصار ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا